ولا الحكومي ولا الاهلي؟ التلاتة. هتوسع في التعليم التقليدي ولا في التعليم الجديد؟ جديد يعني ايه؟ يعني تعليم تكنولوجي، تعليم فني، محتاجينه وعندنا شورتج فيه. وعندنا كوميونيتي كولج، كليات المجتمع اللي محتاجينها مش موجودة. يبقى الموضوع بقى مش توسع وبس. التكنولوجي دي سلاح ذو حدين، اللي على قد ما بتلاحظ احنا لما كنا صغيرين كنا بنلعب العاب جماعيه، معلش انتوا شباب انا اكبر منكم شويه، وبنلعب العاب جماعيه، يعني كانت الواحد وهو بيلعب بيحتك بمجموعه بيكتسب مهارات اتصال. دلوقتي كل واحد قاعد على موبايل او على كمبيوتر او على بلاي ستيشن وبيشتغل لوحده، فالعمل اللي فيه تكنولوجي عاليه بيدي نوع من انواع التوحد، وده مش مطلوب لان منظومه العمل الحقيقيه منظومه جماعيه. فاذا الانخراط في استخدام التكنولوجي مفيد جدا جدا جدا، لكن يجب ان يبقى فيه تدرج وباليات معينه علشان ما يفقدناش امتيازات اخرى. فكل ده احنا بنراعيه في منظومتنا. اتكلمت على البحث العلمي، كيف يدار البحث العلمي من منظور اقتصادي ليحقق عائد للبلد ويوفر فرص عمل ويبدأ مشروعات ناشئة جديدة. أنا لسه راجع من الصين، اجتماع الجي 20 أكبر 20 دولة اقتصادية على مستوى العالم، كلهم في الاجتماع 20 وزير مسؤول بيتكلموا على أن الابتكار والإبداع والبحث العلمي هو ما جعلهم في هذه المرتبة.